ان ربنا شرع علينا الايام دي عشان يعني فضل من ربنا عز وجل، عشان نتوب ونصلح ونشتغل على نفسنا ونجتهد في الطاعات. يعني دي الحكمة من جعل بعض الأزمنة الفاضلة زي ما حضرتك بتقول. هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نبهنا إلى مثل هذا، فقال: ألا إن لربكم في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها. لماذا يا رسول الله؟ لماذا نتعرض لهذه النفحات التي منها شهر رمضان مثلا، والتي من شهر رمضان العشر الأواخر، والتي من العشر الأواخر ليلة القدر، لماذا نتعرض لها؟ قال: لعل أحدكم أن تصيبه نفحة من نفحات الله سبحانه وتعالى فلا يشقى بعدها أبدا. الله. والحديث الثاني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ينبه على مثل هذا المعنى، يقول: تعرضوا لنفحات ربكم، فإن لله سبحانه وتعالى نفحات ورحمات، فسألوا الله سبحانه وتعالى أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. هذه نفحات لماذا؟ يعني ما الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى وضع لنا هذه النفحات أو هذه الأزمنة الفاضلة؟ ولو أن الأوقات كلها بنفس الدرجة ونفس الثواب ونفس الأجر، لا يعني حدث للناس للإنسان اعتياد على الطاعة، فربما تسرب إليه الملل. تسرب إليه الملل فيجي بعد فترة: طب ما هو رمضان زي شعبان زي شوال، ماشي ويصلوا خلاص. لكن جعل الله سبحانه وتعالى هذه النفحات من أجل أن تجذب انتباه الناس، من أجل أن تيقظ الهمم، من أجل أن الإنسان يعني يتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بشكل طبيعي، ثم يأتي شهر رمضان فيجد الإنسان ويشاهد. لماذا؟ لأنه سيجد ليلة أعظم من 83 سنة عبادة في ليلة واحدة، كأنه تعبد إلى الله في 83 سنة، وهي ليلة القدر. فهذه الأزمنة المباركة إنما جعلت من أجل أن يجتهد الإنسان فيها وأن يغتنمها، ومن أجل إيقاظ الهمم، وحتى لا يتسرب إلى الإنسان الملل فيقول: يعني ما فرق بين هذا وذاك، الكل سواسية، فربما يقلل من العبادة.